فندم انا عايز اوضح لسعادتك نقطه. من امتى احنا بنوضح او بنتناقش في المكالمات؟ انا بكلمك المكالمه دي استثنائي لان عارف انت ايه وعارف كويس انك هتسمع الكلام. اللي بتعمله خطر وانت عارف نهايته كويس. مفهوم سعادتك. صوت جمال الجبال واضح وهو يتلقى الاوامر ويوافق عليها. المكالمه واضحه وصريحه لدرجه مش محتاجه اي تعليق. جمال من يوم ما عرفته عن طريق علي وهو غامض، وده كان بيضايق قوي اللي كان متجوزها دي. عمرها ما فهمت ان غموضه ده احلى حاجه فيه. الست ما تحبش الراجل يبقى عامل زي الكتاب المفتوح، عكس الراجل يحب يبقى شايف كل حاجه في الست. انما الست ما تحبش تعرف خبايا الراجل واسراره، تحب كل يوم كده تكتشف حاجة جديدة فيه، تشوفه كل يوم بشكل مختلف كأنها بتتعرف عليه لأول مرة. زي جمال كده. ما حدش قالك انك عايز تتعالجي؟ لا بس قالولي انك ما بتفهمش. طب ده حلو، ده حلو قوي عشان تشوفيني مختلف كل شوية. بس انا عارفك بتزهقي بسرعة. لا يا حبيبي أنا عارفة كده عنك من زمان. طب خدي. مش عايز. الله مالك فيكي إيه؟ هتعمل إيه لجمال يا أشرف؟ جمال مين؟ الغامض ولا المكشوف؟ والله أنا غلطانة، أنا جاي أتكلم مع واحدة حيوان زيك. تعالي بس تعالي. اقعدي بس، مالك فيكي إيه؟ جمال هيبقى زي الفل. أنا ماسك قضيته. وبعدين ما تمثليش. مفيش حد فيكم كلكم قلبه على جمال قدي. مالك بجد فيك ايه؟ كل مرة بجيلك هنا ببقى فاكرة اني جاي لواحد بني ادم هيفهم. بتلاقي حمار مش كده؟ وانا مش عايز ابين لك ان انا فاهم كل حاجة، لا تقلقي. فاهم ايه بقى ان شاء الله؟ فاهم انك بتحبي جمال. وعلي ده بالنسبة لك زي الجزمة والشنطة والعربية، الحاجات اللي بتجيبيها وتزهقي منها بسرعة. انت بتقارن جمال بعلي؟ خالص. أنا بقول لك اللي جواكي. أنا ماشية. ماشية فين بس؟ استني. ما صدقت إن أنت جيتي. وبعدين خلاص يا ستي. مش هقارن جمال بحالي. امشي يا علي، امشي. علي وحش. علي كخ. خلاص بقى. في إيه؟ أوعى. يا بت خلاص، في إيه بقول لك؟ أوعى بقى. يا بت خلاص. لا أوعى. أنا لو أعرف الحكاية كده كنت خلصت وقتي ورجعتها بلدها. ملحوقة يا بوب. بس ايه اللي وقع جمال باشا وقع زي كده؟ مش مقامه. الحكايه دي فيها عين ومتزقه. يعني ايه؟ يعني حد قايل عليهم وقعوا فيها. ما تجيش الا كده. هيبان. اهم حاجه زي ما فهمتك، البيت تخرج باسرع وقت لحد ما ده يحصل. تخفيها عن عيون الجن. البسها بطاقية الاخفة. ولو اني يعني كنت اتربطت من لساني معاها. في ايه؟ طلبت تطل على جمال باشا وانا قلت لها انه امان يعني. امان؟ امان ايه يا بوبو؟ هو انا جايب لك خواجايه بقول لك تفسحها؟ البنت دي لو اتشم خبر انها لسه في مصر هتتنفخ وانت قبل منها. تتنفخ؟ اتصلي على النبي عليه بيه. اعتبرها في حجر امها خلاص. البنت دي حكايتها مشبكه. 100 عين بتدور عليها. أبو العزم من ناحية وجوزها من ناحية، وأنا مدي جمال كلمة وموصيني أنت اللي تخلص. أمان يا باشا، سافرت خلاص. ماشي، أول ما تجهز قول لي. ماشي بالإذن. اسمع، مش هنتقابل تاني. ها تليفونات بس بالطريقة اللي أنت عارفها.
تمام يا علي بيه. كده يا باشا ايه لازمته السسبنس ده؟ علي كان عايز منك يا بوبو. انت مش زوم العدم المؤاخذه؟ اساله يا باشا. كان عايزك عشان تولين مش كده؟ تولين مين؟ وبعدين بقى في ليلتك دي تولين اللي انت مخبيها يا بوبو، وكان عايزك تصفرها له وهي لابسه طاقيه الاخفه، صح؟ الله 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 الله، احنا متشلحين بقى يا باشا. طب انا شربت شاي ولا قهوه؟ القهوة دي هشربها على روحك يا روح امك لو فضلت مكمل في الحوار ده. يا باشا اهدى كده وقول لي طلباتك، رسيني على الحوار. انسى المشوار ده يا بوبو، عشان لو تم هيزعلك وهيزعل الناس منك. قول لي يا بوبو، نفسك تبقى مع الكبار ولا انت ويك تحت الارض؟ سألك وحش قوي يا باشا. مع الكبار طبعا. انت هتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف، يمكن اروح المحطه ويمكن اكسر محطه. انا صحيح قولي لي، البنت الليله دي انظمه وانت مالك بيها؟ عايز حاجه؟ ذوقك زباله يا شيخ. زي ما بقول لك من ورا قلبك. بابا أنا آسفة يا أشرف، لأن أنا جايلك في وقت زي ده ومن غير ميعاد. لا لا خالص خالص. طب اتفضلي. واضح إنك مشغول. لا خالص، دي زبونة عندي في المكتب، في مشكلة كده، في حاجة أنت؟ لا لا خالص، بعدين هبقى أجيلك في وقت تاني. عن إذنك. ربا ربا، مش بقول لك ذوقك زبالة؟ أيوه. ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتخاذ شركة السياحة المملوكة ليك بالشراكة مع الغير كستار للتردد على عدة دول وعقد صفقات سلاح؟ الشركة مش ستارة لأي حاجة، كلها كانت سفريات شغل، كنا بنتفق على تسويق برامج سياحية، أما تجارة السلاح أنا ماليش علاقة بيها. لكن البيان الوارد من غرفة السياحة بيقول إن الشركة ما كانش ليها أي نشاط من وقت تشغيلها، لا بالتسفير خارج البلاد ولا بإحضار أفواج سياحية للبلاد. والله ده طبيعي، احنا لسه في بداية النشاط، وأي شركة جديدة أكيد ما بيجيلهاش شغل على طول. وما قولك فيما هو منسوب إليك من تلقيك معلومات ضرورية بالتنفيذ وتفجير الكنيسة قبل الحادث بساعات؟ أنا مش عارف سعادتك بيجيب الكلام ده منين. من مكالمة الصوت اللي اتسجلت لك وأنت بيتم تكليفك بالموضوع. مكالمة صوت؟ أنهي مكالمة صوت؟ اللي اتقالك فيها احنا من امتى بنناقش شغلنا في التليفونات؟ هسمعها لك. من امتى احنا بنوضح او بنتناقش في المكالمات؟ انا بكلمك المكالمة دي استثنائي لان عارف انت ايه، وعارف كويس انك هتسمع الكلام. اللي بتعمله خطر وانت عارف نهايته كويس. مفهوم؟ مفهوم سعادتك؟ افتكرت ولا هتقول لي دي متفبركة؟ لا خالص افتكرت، وده صوتي فعلا، وفاكر كل كلمة اتقالت فيه كمان. بس سعادتك ممكن نسمعها تاني، هتلاقي ان هي مالهاش أي علاقة بالحادثة، هتلاقي كانت في مشكلة في الشركة. غير لو سعادتك عايز تفهمها كده. بذمتك هتسمح لحد ان يوجه لك أوامر بالأسلوب الحاد ده بخصوص الشركة اللي أنت مالكها؟ هنعمل إيه بقى في العشرة؟ راجل كبير قد والدي وخيره غرقني طول عمره. مين الراجل ده؟ نبيل بتنوني. مين؟ اسمه نبيل بتنوني، عايش بين مصر وإيطاليا. قول سعادتك يا باشا، لو حد عايز ينفذ عملية زي دي أكيد عنده مليون طريقة، مستحيل تكون مكالمة تليفون واحدة منهم، مش كده ولا إيه؟ أنا كده بتحصر يا أشرف وبتفرج على نفسي. إيه ده يا جمال؟ أهدى إيه؟ إيه مكالمة الصوت دي كمان؟ وسألك عنها؟ سألني عنها؟ هو أنت تعرف وما قلتليش؟ أنا ما رضيتش أضايق يا جمال، وبعدين مش حقه يتكلم فيها أصلاً، مسربة. أيوة جت منين؟ زهقت امبارح في برنامج ليلى برضه. ها وفي غيرها؟ انا كل ما عديت طولت هنا كل ما يحكموا قبضتهم عليا. تفكر في ايه؟ اديني تليفونك.
الرقم ده بتاع واحد اسمه جبريل، احفظ اسمه كويس مش هسجلهولك، كلمه وطمنه عليا وقول له لازم اشوفه هنا الزياره الجايه. ايوه يعني ده هيعمل لك ايه؟ هيعمل كتير قوي. منصور الكوخي ده معارض ليبي ضد القذافي، لاجئ سياسي هنا في مصر هو ومراته وبناته وجوازه، بس اللي انا سمعته ان هم سافروا لندن وهو عايش لوحده هنا في مصر. طب سكر، ده انت مذاكر اهو المنهج كله عندي. طب خد بقى اللي بره المنهج، ورقة اللجوء السياسي اللي كانت حاميه اترمت في الدرج، وبعد ما كان عايش معزز مكرم بقى مقبوض عليه، مطلوب ان هو يتسلم القذافي خلال 24 ساعه، من الاخر كده النظام هو اللي باعه هيبقى ثمنه من هناك. عادي مش جديده. المطلوب بقى مننا يا سيدي ان احنا الراجل ده نرجعه لاهله في لندن باسرع وقت، لا من شاف ولا من داري. عمليه زي دي ملهاش الا جبريل ستايل. وانا كنت مستني الكلمه دي. عارف لما كنت شفتها كنت اعرف انه راح من ايدينا. يا بوبو مالك فيه؟ ببص الحركه زي دي كده وافكر يا ترى ممكن تحصل معايا في يوم من الايام. انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. انا وانت هو يا جمال اصحاب وحبايب وعشنا الموت سوا اكتر ما عشنا مع اهالينا، بس انت جمال الجبالي كنت ظابط قد الدنيا وظهرك لسه مسنود. انا فتحي بوب مسجل سيطره وفرض نفوذ. اه ظهري مسنود برضه ما قلناش حاجه، بس ممكن في اي وقت ظهري ده يتقطم واتسلم، مش كده يا صاحبي؟ كده فعلا. بص يا بوبو، انا من ساعة ما عرفتك وانت جدع معايا عشان كده مش هضحك عليك، كل جواك ده ممكن يبقى صح ويحصل لك اكتر منه كمان، بدل ما يتقطم وسطك وتتسلم تتمسح خالص، تدفن تحت الارض. وارد، ومش لوحدك على فكره، وارد يحصل لنا شخصيا. بس يا بوبو اللي عايزك تتاكد منه حاجه واحده بس، ممكن اي حد في الدنيا يعملها معاك الا انا بوبو. ايوه يا جميل جبريل، اعمل بس اللي بقول لك عليه يا اشرف. ماشي. ازيك يا ليلى؟ عايز نندهلك بأني اسم؟ مش مهم الأسامي. صح، إذا كانت حياتي كلها ما كانتش مهمة بالنسبة لك. ليلى مش وقت الكلام ده دلوقتي. ولا في أي وقت تاني. صدقيني أنا بريء، ما عملتش كده. تفتكر إن ده يفرق معايا؟ على الأقل تكوني عرفتي الحقيقة. الحقيقة؟ اللي هو ده هنا ودلوقتي صح؟ أنا مستعد، ما عنديش مشاكل. لأني خلاص ما عنديش حاجة تاني أخبيها عليك. خسارة. مش عليك أنت. خسارة عليا أنا. أنت ما بتعرفش بسبب الجرى لي إيه. وأنت ما بتعرفيش بسبب الجرى لي إيه. ما كانش ينفع تدخلي حياتي، بس غصب عني ما قدرتش أمنعك. يا ريتك منعتني. بلاش تاخديني بذنب اللي جنبنا زمان. بلاش تبقى أنت وأم عليا. أنا عارف أنت ممكن تفصلي وتسمعيني. وعارف أنت لو سمعتيني ممكن تصدقي كلامي. كنت فاكرة اني اكتر واحدة ساذجة في الدنيا، طلع في غيري. وتصور اني هسمعه؟ لا وايه؟ هصدقه كمان. ليلى احنا ما نعرفش بعض علشان نسمع منك اي كلمة. انتهى. حضرتك تفتكر المكالمة دي متفبركة فعلا؟ ممكن. ليه لا؟ امال حضرتك ظهرتها في التحقيق ليه؟ انا مش هاخدها دليل ادانة يا عماد. كل الحكاية بهز اعصابه علشان لما نكمل بعد شوية أعرف أخد منه اللي أنا عايزه. صاحبة الكارت ده واقفة بره يا فندم. خليها تتفضل بسرعة. دلوقتي بقى هنعرف إن كانت متفبركة ولا لأ. روق بقى. ما تخليش أبوك يشوفك كده. أبويا. Thank you.
كمان. ياه يا خميس، من زمان ما شربتش كوباية شاي صعيدي حلوة كده. انت قلت لي انت منين؟ من يا باشا؟ مركز ملوي. لا يا راجل، ده احنا بلديات على كده. انا من هنا مركز دشنا، خط الصعيد كله اهله ونسايب. يشرفنا يا باشا. علشان كده بقى كنت عايز تسيب القاهرة بزحمتها وقرفها وترجع البلد. تعرفش سعادتك انا حفيت قد ايه عشان ده يحصل، لكن مفيش فايدة برغم التأشيرات والتوصيات. لا خلاص اعتبره حصل يا خميس. هكلم لك حد يعمل لك طلب استثناء من مساعد الوزير واشر لك عليه. كمان علشان جلال ابنك لما يخش الشرطة السنة الجاية ما يجيش حد في كشف الهيئة ويرخم عليه. وانت عارف كل ما تبعد يبقى احسن. لو حصلت يا باشا اسوي معاشي واخرج خالص. وتقطع عيشك بيدك برضه يا راجل، ده كلام. هو شغلك في ايه لا سمح الله؟ وسعادتك لو تعرف قد ايه نفسي جلال ابني ده يبقى ظابط. ده الامل اللي انا عايش عليه انا وامه واخواته. يا سلام لو الحلم ده اتحقق، ده حقيقي وحقيقي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى نصفنا في الدنيا دي. هيحصل باذن الله. بص يا خميس، انا قريت تحقيق النيابه معاك وعرفت انت قلت ايه. قلت ان جمال الجبالي ما خرجش قبل الانفجار، صح؟ صح يا باشا، صح يا باشا، قلت كده. وقلت كمان لا يمكن يكون هو الفاعل، لانه لو كان هو كان هينصف في الحادثه. في حد يزرع قنبله ويفضل قاعد جنبها يا باشا؟ بالظبط، صح. الراجل ده متخذ ظلمه يا باشا. انا عارف انه زميل سعادتك وتدور على براءته. انا فاكر لما شفتكم مره في الوزاره ومره في الكنيسه. لما انت ما شفتناش يا خميس، لا في الوزاره ولا في الكنيسه. ما شفتكوش، ما شفتكوش ازاي يا باشا؟ ده اللي حصل يا خميس. انت نظرك بقى على قدك، يا دوب شفت جمال وهو داخل يوميها حط شنطه القنبله وخرج بسرعه قبل الانفجار، صح ولا انا غلطان يا ابو الظابط؟ مدام ليلى، مفيش شك انك محاورة ذكية ومذيعة متألقة، وانا احترمت ذكائك. يبقى لازم تقدري الموقف اللي احنا فيه وتتكلمي معايا بصراحة. وانا ما بحبش غير الصراحة. ما انا بسألك اهو، المكالمة دي مصدرها ايه؟ مش عايزة تقولي لي. انا جاوبت حضرتك، قلت لك مجهول بعتها لي. مجهول؟ تقومي كمحترفة تذيعيها كده على طول؟ طالما متأكدة من سلامتها زي ما أنا متأكدة إني قاعدة قدامك بالظبط. أنا رجل أدلة وقرائن، يعني علشان تأكيدك ده يوصل لي لازم أتأكد من المصدر الأول. هو في إيه؟ إحنا في تحقيق رسمي؟ أكيد لأ. أنا لما اتصلت بيكي قلت لك مجرد دردشة. يبقى خلاص بلاش تمسك في النقطة دي. بص بقى، لو ما عرفتش اللي أنا عايزه في الدردشة هضطر أعرفه في التحقيق. وتحقيق كده من غير أسباب؟ إزاي؟ في أسباب طبعا. يكفي أقول لك إنك خبيتي دليل إدانة مهم عن النيابة وأزعتيه بدون إذن أو تصريح، يعني وما أحدثه ذلك من ضرر بالغ في إجراءات التحقيق وسير العدالة. شفت بقى ان مفيش اسهل من الاسباب لفتح التحقيق. طب انا هعمل معاك ديل كويس. ما بقبلش المساومات. مش تسمعوا الاول وبعدين تحكم؟ من بين الاسماء اللي اتصل بيهم المتهم اسم السفير باكت سالم. حتى دي وصلتك؟ شغلي. السفير باكت سالم الله يرحمه. الرحمة تجوز على الحي والميت. السفير سالم عايش، مستعد أخليك تقابله في بيته، دردشة برضه زي دي، بس بشرط تسمح لي أذيع وأنشر كل اللي يوصلني، طبعاً فيما لا يعوق إجراءات التحقيق وسير العدالة. قلت إيه؟ أنا طول عمري يا جمال كنت أقول لك لما أكون عندك حاجة عايز تقولها قولها من نفسك من غير ما أضغط عليك ولا أسألك. بس المرة دي يا ابني لأ، لازم أسألك عشان أطمن. أنت في حاجة مخبية عليا؟
ورحمة أم أنا عمري ما خبيت عنك حاجة. لا خبيت يا جمال. هفكرك. فاكر وأنت صغير لما أنا كنت مسافر وأمك الله يرحمها توفت، كنت كل ما أتصل من بره عشان أسأل عليها تهرب من الإجابة وما تردش؟ فاكر؟ فاكر. كنت أيامي أنت لسه عيل صغير إعدادي. لا عيل إيه؟ كنت راجل. يومين رحت دفنتها بنفسي وخدت العسل. خلصت كل حاجة قلت لخلاني محدش يقول لك. مقدرتش أقول لك على أي حاجة عشان أنت كنت مسافر. عشان ما تزعلش وما تعرفش هتعمل إيه. كنت كل ما أتصل بيك من بره بقول لك اديني أمك عشان أكلمها تهرب من الإجابة. مرة أقول لك نايمة. ومرة أقول لك عند الجيران. ومرة أقول لك نزلت تجيب حاجة من تحت. مكنتش عايز أزعلك أكتر من كده عشان أنت بره وسايبنا. بقيت محتار أعمل إيه؟ أضربك عشان خبيت عليا ولا أفرح بيك لأنك بقيت راجل وتحملت المسؤولية لوحدك وما قلتليش؟ كل اللي بيجيلك عندي كده أنا ما عملتش كده. صدقني أنا مش عايزك تخاف. مصدقك يا ابني مصدقك، بس أنا كنت عايز أسمعها منك أنت. عايزك تطمن. أنا مطمن يا جمال، مطمن يا ابني. قبل أنت ما تتولد ما كناش عارفين ربنا هيرزقنا بإيه، ولد ولا بنت. وأنا قاعد على القهوة مستني البشارة وجم قالوا لي ربنا رزقك بولد بدر منور في جمال. قلت أسميه إيه؟ بدر ولا جمال؟ ساعتها كان الراديو بيذيع غنوة يا جمال يا حبيب الملايين للرئيس جمال الله يرحمه. قلت بس هو ده أسميه جمال عشان يطلع زيه، عترة وراجل وشاب ما يخونش. الحمد لله ربنا نصفني فيك وطلعت كده بحق وحقيقي. كان لازم اطلع كده عشان تربيتك عم رجالي. بس معلش هي الدنيا كده، لما تحب ترزل علينا تدينا كتف، شفنا هنستحمل ولا نقول اي. لو استحملنا تزيد فيها، ولو قلنا اي تدوس علينا وتفرمنا. ما قدمناش حل ان احنا نستحمل نشوف اخرتها معانا ايه، عشان مرة الجاية احنا بندوس عليها ونفرمها. معاك حق يا ابني. صح. انا كده مطمن. مطمن عليك يا جمال. عشان لما اروح لامك اقول لها وانا رافع راسي ابنك بقى راجل. ما تقولش كده يا حاج. ربنا يديك الصحة ويخليك لينا. طول لي في عمرك يا ابني. معلش يا عمر، مش هينفع اثبت الناس اكتر من كده. خلي بالك من نفسك يا حاج.
حاج؟ مالك؟ في ايه؟ عم رغاي؟ حاسس بايه؟ رد عليا يا حاج. صوت جمال الجبال واضح وهو يتلقى الأوامر ويوافق عليها. المكالمة واضحة وصريحة لدرجة. معلش يا جيمي كلنا لها بقى في حياتك. في حياتك الباقي مات زعلان عليك طبعا. حاجه تحصل اي اب يشوف ابنه في حالتك كده. يلا عاوز تريح من سيرتك. ايه عامل اعصابك جامده قوي؟ طيب لما اشوفك هتتحمل لامتى؟ كنت فاكر اني هريحك الليله عشان حكايه ابوك دي؟ انسى. اياكش ابوك وابنك وعيلتك الوسخه كلها تولع بجاز، انت بتاعي وانا مش هرحمك. أشرف عم الحمد لله على السلامة. كده برضه الحركات دي حركات ايه يا ابني؟ وايه اللي حصل؟ أنا أقول لك اللي حصل يا سيدي. نازلين أنا وأنت مع جمال، بنت محامية كده طالعة راحت بصالك، هوبا لقيناك واقع في الأرض. فين عم رجائي بتاع زمان؟ اللي كان لما يخش الحتة عندنا الحريم تحدف نفسها من البلكونات. نعم أنت وصايا. جمال عامل ايه؟ جمال زي الفل والنبي ما تقلق عليه. طمنته؟ طمنته ان انا كويس؟ انا قلت لعلي اقول له والدكتور قال لي ان انت يومين وهتخرج من هنا ان شاء الله. ليه؟ هو انا عندي ايه؟ انا لازم اخرج من هنا حالا. يا عم اهدى والنبي يا عمي اهدى. الواقعه بس اللي انت وقعتها عملت مشكله بسيطه وهتخرج على طول ان شاء الله. الله المستعان. امال سليم فين؟ سليم في ريال خدته. أنا ما كانش قدامي حل تاني يا حاج. أهمه برضه. أشرف جمال أخوك وسليم ابنه لو حصل لي حاجة. إيه يا عم الكلام ده؟ مش عايزك تقول الحاجات دي والنبي. اسمعني بس يا أشرف اسمعني يا ابني. اللي حصل ده كان إنذار من ربنا عشان ألحق أوصيه. خلي بالك من سليم واسمع الكلام اللي هقوله لك جمال عنه. اللي شفت جمال قول له ابوك راضي عنك وبيدعيلك ربنا يفك الكرب وينصره ان شاء الله. مكالمه تسجل وتتسرب لو ايه بتتزع على الملا. ايه معناه؟ ايه معناه؟ ان في حد رصدنا سعادتك. تمام يا علي، عايزك تحدد لي بقى مين بالظبط. حد في شركة الاتصالات رصد المكالمة وباعها للبرنامج. في الحالة دي مش هتكون مكالمة واحدة بس، ده هيكون خط مفتوح، واللي فاتحه هو عارف بيعمل ايه كويس، وده الاحتمال الأبعد سيادتك. والأقرب؟ إن جهة سيادية معينة بتصفي حسابات مع سعادتك. وليه ما نقولش يا فندم إنه جمال نفسه؟ هو مش هدد وقال إنه مش هيسكت. جمال يا فندم بيتعامل بسياسة حرق الأرض، يعني بيهد المعبد على الكل. علي جمال كان بيسجل مكالمات؟ معرفش، بس سعادتك ده شيء ممكن ورطه. جمال بيتصرف بذكاء، لو كان بيفكر إنه يبقى عنده أي أدلة تحميه، فعمره ما هيفكر في دليل زي ده، وضره أكتر ما ينفعه.
البنت اللي اسمها ليلى محبوب مش كانت صاحبته زمان؟ مظبوط يا باشا، وقدمت تقرير سعادتك وقتها بكل تفاصيل الحكايه من وقت ما بدات لحد دخول الدكتور زيتون فيها. دكتور زيتون، برافو عليك يا علي، لاول مره تفتكر حاجه صح من زمان. البنت دي كانت جاريه من جواري الدكتور زيتون. طب بص بقى يا عم علي، انا عايز تقرير متابعه عن ادق تفاصيل حياتها دقيقه بدقيقه. عايزها تحس انها مرصوده، بس بلاش اختراقات لغايه ما اقول لك، مفهوم؟ تمام سعادتك. وانت بقى يا بشوق، عايزك تدور على شركه الاتصالات لان هو ده الاحتمال الوحيد. تمام يا فندم. مش هتقولي لي اتفضلي؟ قبل اي حاجه انا اسفه، عارفه انك زعلانه مني وعارفه اني خالفت وعدي معاكي، بس والله يا رب. بس ايه يا ليلى؟ اديني سبب واحد يخليكي تعملي اللي انت عملتيه ده. لو مش خايفه على نفسك كنت خافي عليا، ولو مش خايفه علينا احنا الاثنين كنت خافي على حق رضا، حق رضا اللي راح ولسه ما رجعش لغايه دلوقتي. انا اديتك الحاجه دي وانت عارفه اهميتها بالنسبه لي ايه كويس. انت فاهمه وصلتينا لفين؟ فاهمه؟ طب اهدي ارجوكي تهدي. ليه يا ليلى؟ ده انا ماليش في الدنيا دي غيري، ده انتي الوحيده اللي كنت بستأمنها على كل حاجه في حياتي. تعملي فيا كده انا؟ يا روبا اللي عملته ده عملته انا متاكده انه هيساعدنا نوصل للحقيقه. انهي حقيقه؟ انتي بتدوري على حقيقه احمد الطوخي بتاعك بس، لكن حقيقه رضا ولا على بالك. طب اسمعيني بقى، انت السيديهات دي عندك من امتى؟ ارشيف تسجيلات بحاله مخزناه في بيتك من ساعه ما رضا اخوك اختفى، صح؟ يعني فكره الخطر دي انت حطاها جوه بيتك وعايشه معاها عادي ومش جديده. انت مالك؟ مالك؟ اسمعيني اسمعيني، انا كان لازم اعمل كده لمصلحتي مش هنكر، بس كمان لمصلحتك. انا عرفت رضا اخوكي واشتغلت معاه. رضا كان عنده نفس المشكله اللي عندي، يفضل اي دليل تحت ايده يتعب ويسافر ويدفع فيه فلوس لغايه ما يجيبه، واقول له يا ريت استغله وانشره واكشف الحقيقه، كان دايما يتردد لغايه ما غيره يسبقه. انت فيكي نفس الطبع، لازم حد يجبركم انكم تاخدوا الخطوه. يبقى كنت عايزاني اعمل ايه يا روبا؟ ما تخافيش، احنا اللي ضربناهم الضربه الاولى وفاجئناهم، وهنجبرهم يساعدونا نوصل للي احنا بندور عليه. انا مش ناسي حق رضا، اوعى اسمعك تقولي كده تاني. اللي ملاحظه انك بدات تفقد اعصابك. ولا بفقد اعصابي ولا حاجه، احنا عدينا بحاجات اصعب من دي بكتير وانت عارف. اللي عملته في الضابط ده ما كانش ينفع. معلش يا علي، اصل قليل ادبه كان لازم يتربى. واديك ربيته وطمنتك على ابوك، ما تروق بقى لغايه ما نشوف لها حل. انت كل مره بتيجي تسمعني نفس الكلمتين ومفيش حاجه بتحصل. يا جمال، الدنيا مقلوبة برا، وانت اكيد عارف اللي البنت المذيعة عاملاه، وقبل منها تولين، فاهم طبعا اللي اقصده. انت عايز تقول ايه بالظبط؟ عارف يا جمال، كل مرة بتورط نفسك بسبب اللي تعرفهم، ما بتسمعش كلام حد. عندك حق، عشان كده انا قررت اسمعك، بس المرة دي بقى وانت بتتكلم عايزك تعلي صوتك قوي. انت بتتريق بقى. لا خالص، بس انا مش عايزك تعلي صوتك ليا، عايزك تروح تعلي صوتك في النيابه وتقول لهم احنا مين. عايزك تقول لهم انا وانت شغالين ايه ولحساب مين. عايزك تروح تقول لهم ان انا وانت كنا في الكنيسه، انا عملت ايه وانت عملت ايه. يا علي الكلام مفيش اسهل منه، بس ساعات السكوت بيبقى مهم قوي. بس خلي بالك انه مش على طول. وانا مش ساكت. عملت لي ايه؟ عملت لي ايه من ساعه ما دخلت هنا؟ مشوار عمال تقضيه رايح جاي وخلاص. ليه النهار عمال بتديني في نصايح؟ يا علي يعني انا لو بفقد اعصابي كان زمانك انت وابو العزم وناس كتير مشرفين مكاني. طريقتك دي مش صح، واللي حصل معايا اكبر غلط. يا جمال ابو العزم بيتحرك. وانا كمان بتحرك. الحكايه مش سباق. عشان انت بره شايفها. يا جمال علي، لو مكاني هتعمل ايه؟ هارب. يبقى قابلني بره المره الجايه.